أولا اليوم نحن في المرحلة الثانية في إطار تجديد نقابات الوطنيات ونقابات المؤسسات التابعة لفيدرالة البترول والغاز والكيمياء. نحن في المحطة الثانية لتجديد النقابة مكتب النقابة الوطنية لسوناتراك. هذا اليوم لأنه في 15 أوت الماضي كان انتخاب المجلس الوطني النقابة الوطنية لسوناتراك وانتخاب كذلك الأمين العام، وخلينا فترة للناس تتشاور وتتخلي مع بعضها البعض باش نلحقوا إلى قيادة جديدة رشيدة التي إن شاء الله تكون تخدم المصلحة العامة ومصلحة العمال تحت إشراف المجلس الوطني النقابة الوطنية سوناتراك وكذلك الفيدرالة البترول والغاز والكيمياء. اليوم كانت لغة حوار ديمقراطية والتشاور والتنازل الأخوة لبعضهم البعض. اليوم رنا إن شاء الله راكم تشوفوا الجو، يعني كان جو أخوي، جو ديمقراطي، جو يعني شفاف. إن شاء الله تصدر قيادة جديدة ونحن على ثقة بممثلي العمال على مستوى الوطن أن إن شاء الله سيختارنا من هو أنسب لهذا المكان. كل إنسان، كل نقابي في القاعة يقدر يكون عنده الحق أن يكون عضو أمانة وطنية، لكن أنتم من تخيرون الأنسب، وإن شاء الله يكون أنسب واللي يلبي ويكون يضحي من أجل العمال، لأنه المشوار طويل والمسؤولية أكبر مما يتصور إنسان، لأن سوناتراك موجودة في ربوع الوطن وعمال سوناتراك موجودين في ربوع الوطن. هذا إن شاء الله اليوم القيادة اللي تخرج من هذا المجلس الوطني تكون قيادة مسؤولة.